وخروا الكويت وصل، وخروا سووا له محل. فعلا في هذه العبارات الجميلة والفاصل الغنائي الجميل تبدأ نشرتنا الرياضية مشاهدينا الكرام مع هذا الحدث الذي احتفلنا فيه قبل ساعات قليلة، حيث حقق منتخبنا الوطني اليوم فوزا قاتلا على شقيقه الإماراتي بهدف دون رد ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 25. وخطف لاعب المنتخب الوطني أحمد الضفيري هدف الفوز بالوقت بدل الضائع من مباراة عند الدقيقة 93 عبر ركلة حرة مباشرة. فوز مستحق أنعش آمال الأزرق الكويتي في الانتقال للمرحلة الثانية من بطولة كأس الخليج بنسختها 25 بعد تغلبه على شقيقه المنتخب الإماراتي بهدف واحد مقابل لا شيء. هدف المباراة الثمين جاء في الدقائق الأخيرة قبل أن يطلق حكم المباراة صافرته معلنا انتهاء اللقاء. رئيس اتحاد الكرة الكويتي أكد أن هذا الفوز هو بداية انطلاق الأزرق الكويتي للمنافسة على اللقب. هذول اللاعبين يستحقون يتواجدون في البطولة، متى ما عددتهم فنيا وإداريا وأعطيت مستلزمات الحد الأدنى من التدريب ومن التجهيز، هذول اللي يعطونك إياه. اليوم عندنا روح قتالية وأنا دائما أقولها يا حمدان، وأقولها حق الكل، الروح قتالية جينات كويتية خالصة ما فيها منافسة، وهذا ما أثبته اليوم مقاتلين الأزرق. قاتلنا للنهاية لين ما فزنا بالمباراة، وإن شاء الله عندنا مباراة البحرين هي الأهم، هي اللي تخلينا نطوف الدور اللي قبل النهائي، وكان هدفنا أن الجمهور ما يرجع زعلان، الجمهور الكويتي ما يرجع زعلان، متعني جاي ويطلع فرحان بإذن الله، وهذا هدفنا فرحة الشعب الكويتي. مبروك، هذه فرحة، مباراة فزنا، مباراة الحمد لله توفقنا، توفيق من الله سبحانه وتعالى، نفرح اليوم باكر نبدأ، احنا تونا بادين البطولة لحد الآن، تونا بادين، فنفرح اليوم. هارد لك إخواني المنتخب الإماراتي، إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله هذه البداية، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للأزرق. جماهير الأزرق الكويتي التي آزرت منتخب بلادها أكدت أن المنتخب الوطني الكويتي حقق فوزا مستحقا كان بحاجة إليه للتعويض عن خسارة المباراة الأولى. أزرق الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ألف مبروك للكويت ولشعب الكويت، ألف مبروك للفريق، اليوم كان منظم، شكرا شكرا شكرا، ألف شكر، فرحتونا، مبروك. وهذه إن شاء الله الفرحة العارمة، والجمهور الكويتي على المسافة وعلى الطريق ما تعب، وآزر المنتخب يستاهل الأزرق. وعلى وفق نتيجة هذه المباراة انتعشت آمال الأزرق الكويتي في الانتقال للمرحلة الثانية، لتبقى نتيجة مباراة الحسم المصيرية مع المنتخب البحريني هي من ستحدد مقعد المرحلة المقبلة. من ملعب الميناء في البصرة عاصم الحمداني، تلفزيون دولة الكويت.